السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نرى طريقة تمرير كاستم جديد الذي هو كاستم ريبوك كاد 81 فاصلة واحد كوبرا سات 31 نسخة ساكس ونسخة ديكس، أي نسخة ريكس التي هي نسخة ساكس ونسخة ديركس التي هي نسخة ديكس. طبعا الآن أنا سوف أقوم بتمرير النسخة كاد 81 واحد النسخة ديركس، أي جهازي الآن هو ديكس، ونفس طريقة التمرير هي على النسخة ريكس أي نسخة ساكس، هي نفس طريقة التمرير نسخة ديكس، فقط الملف الكاستم تحمل النسخة ريكس أي نسخة ساكس. نبدأ على بركة الله، سوف نذهب إلى موقع التحميل، طبعا هو مشهور جدا موقعه الرسمي ريبوك مي لتحميل الملفات، هذا هو. سوف ندخل إلى أريكم طريقة التحميل من الموقع. كما تلاحظون أوفيسيال ريبوك كات 81 واحد كوبرا سات 31 تم تحديث برنامج تول بوكس إلى 0/2/2/11 كما تلاحظون بتاريخ اليوم 16 من الشهر الحالي. ندخل إليه، تمام. هنا تجد مميزات كاستم كما تلاحظون فواتر ريبوك ريكس وديركس، طبعا هنا تجد ما هي مميزات الكاستم، تجد ايضا مميزات الروبوك تول برنامج روبوك تول بوكس، ايضا نجد مميزات الكوبرا، اين هي مميزات الكوبرا؟ هذه هي الكوبرا سات 31 هذه هي مميزاتها كما تلاحظون، هذه هي مميزات الكوبرا. الآن نأتي إلى طريقة التحميل، ننزل إلى هذه الخانة، هنا ركز معي هنا جيدا، إن كان جهازك نسخة ساكس طبعا وشرحت في فيديو في سابق على قناتي طريقة التحويل، أعتذر، طريقة معرفة هل جهازك نسخة ساكس أو ديكس، أوكي، وسوف أضع الفيديو أسفل الفيديو هذا. إذا كان النسخة جهازك نسخة ساكس طبعا تحمل هذا الكاستم، هذا هو الخاص بالنسخة ساكس أي النسخة ريكس إديسيون، أوكي، وإن كان عندك جهازك الآن هو نسخة ديكس الآن تحمل هذا الكاستم الذي هو نسخة ديركس إديسيون، أوكي، وتحمل برنامج روبوك تول بوكس فول 0.2.0.11 يعمل على النسخة ساكس ويعمل على النسخة ديكس، أوكي. في هذه كما تلاحظون حجم الكاستم صغير جدا، لو أقوم بالضغط عليه سيحمل بسرعة جدا لأن حجمه تقريب تمام، تم التحميل، هذا ليس هو الكاستم، لا. بعد التحميل إذا كان النسخة ساكس طبعا تحمل هذا، وإذا كان الديكس تحمل هذا. بعد التحميل هذا الملفين نأتي إلى طريقة، هذا هو الملف الذي حملته كما تلاحظون حجمه 1 كيلو، من المعقول من المستحيل أن يكون كاستم حجمه 1 كيلو. ما الذي تقوم به؟ تقوم بالفتح هذا، تجد ملف تيست تفتحه، أوكي، هنا النسخة ديركس طبعا، وأنت إن كان عندك نسخة ريسكس سوف تجدها ريكس أيضا، وهنا أيضا هنا تجد النسخة، إذا كان عندك نسخة سكس أي ريكس هنا تجد، لا تجد الدي، تجد فقط الريكس، أوكي. تقوم بنسخ هذا الرابط من ال HTTP إلى غاية البوان بيب، أين هي هنا، تقوم بالنسخ كوبي وتذهب مثلا إن كنت تستعمل برنامج الانترنت دورة مناجر، فقط تضغط على أجودي أوريال وتضغط أوكي، سوف يبدأ بالتحميل. حجمه 202 ميجا كما تلاحظون، هذا هو حجمه 202 ميجا بايت. بعد أو تضعه في أي متصفح جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس أو انترنت خاص بالمايكروسوفت، أي متصفح يبدأ بالتحميل، أوكي. بعد التحميل أيضا تحمل كتلة برنامج هذا حجمه 7.3 ميجا بايت. بعد التحميل هذه هي الملفات التي حملتها أنا شخصيا، هذا هو روبوك تول بوكس حجمه بعد التحميل أصبح 107 ميجا، وهذا هو روبوك تول بوكس حجمه 7.4 ميجا، أوكي. تقوم أول شيء هي طريقة هي كالعادة لا تتغير، تقوم بإنشاء ملف جديد تعطيه تسمية PS3 بالحجم الكبير أو كابيتال لتر أو ماجيسكيل، تدخل داخل ملف PS3 تنشئ ملف جديد أوبديت بحرف
حروف كبيرة ماجسكيل أو كابيتلاتور طبعا هنا بحرف الأو كالعادة. هنا نعود إلى ملف الكاست. ملف الكاست تجده بهذه الاسم بهذه التسمية. إن كان ديركس تجده هنا ديركس، وإن كان ريكس أيضا تجد فقط نفس التسمية فقط دي لا توجد. ما الذي تقوم به؟ تقوم بالضغط على الزر الأيمن ثم تختار رونومي ثم تعطيه تسمية PS3 updated point beep okay بالحروف الكبيرة ماجسكيل أو capital letter، ثم تضع بعد التغيير تسمية هذا تضعه داخل ملف PS3 وداخل ملف update، ثم تقوم بنقل ملف PS3 إلى فلاش ديسك أو USB أو هارد ديسك يكون مفرمت بصيغة ألفا تروندو، وننقل معه برنامج روب بوك تولو بوكس. برنامج هذا روب بوك تولو بوكس يستفر 2 أونس. تضعه خارج ملف PS3، لا تضعه داخل ملف PS3 طبعا، تضعه خارج ملف PS3، وأيضا تضعه خارج اي ملف يوجد عندك ان كانت الفلاش ديسك او الهارد ديسك الخارجي بملفات، ايضا روب بوك تولو بوكس تضعه خارج تلك الملفات، وايضا PS3 تضعه ايضا خارج تلك الملفات. وسوف نلتقي على جهاز بلاي ستيشن 3 لكي نمرر الطريقه. كما قلت هنا جاءت مناسبه جديده، ان كنت على سيفا او فيروكس او حبيب او سباي او داركنات، المهم النسخه 6 الكاستمات الموجوده حاليا، واردت التحويل الى نسخه ديكس، فعليك تمرير هذا الكاستم كات 81.1 النسخه ريكس اي طبعا، ثم تقوم بالتحويل الى نسخه ديكس باستعمال برنامج الروبوك تولو بوكس. والطريقه ايضا سوف اضعها اسفل الفيديو لاني شرحتها من قبل ولا اعيد الطريقه على هذا الكاستم. سوف نلتقي على جهاز بلاي ستيشن 3. ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما رأينا تجهيز الملفات الخاصة بكاستم ريبوك كات 81.1 كوبرا 6 ترونتيا للحاسوب، الآن نأتي إلى طريقة تمريرها معنا على جهاز بلايستيشن 3. نبدأ على بركة الله. طريقة التمرير لا تختلف بتاتا، فقط تذهب إلى بارامات دو ريزو، تتأكد أن النت معطلة ديزابلت أو ديزاكتيفي، أن يكون الجهاز مشبك بقرص بلوراي أي سي دي. نذهب إلى خانة البارامتر نذهب إلى خانة المزاج دو سيستم أوكي، نختار الخيار الثاني المزاج بارسي بورتي دو ستوكاج. كما تلاحظون كات 81.1، نضغط على الزر إكس تمام. الآن سيقوم بعملية النسخ كوبي دوني دو ميزاج دو ستوكاج سيستم أون كورس، نلحو حتى ينتهي. كما قلت من قبل طريقة معرفة جهازك هل سيكس أو ديكس شرحتها في فيديو خاص، سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. وأيضا أنا الآن جهازي هو نسخة ديكس، لهذا مررت النسخة ديركس. ديركس معناها هي الديكس كما قلت. وإذا كان عندك جهاز نسخة 6 فطبعا يجب أن تمرر ريبوكات 81.1 النسخة ريكس أي هي نسخة 6 طبعا. هذا كل ما في الأمر. كما أنه يعتبر سيف كاستم ريبوك من أفضل الكاستمات الموجودة حاليا. الآن ميزاجور دو سيستم، ننتظر إلى أن يقوم ب سوف يظهر شريط للتمرير. الآن يقوم بالتحديث انستالاس في انكورس نيبا اتوندر لو سيستم، أي هنا لا تقوم بإطفاء الجهاز أو قطع التيار الكهربائي عنه أو شيء من هذا القبيل، لأنك سوف تخرب الجهاز إن فعلت أي شيء. دعه إلى أن يقوم بالانطفاء أو إعادة التشغيل تلقائيا. هذا الكاستم أيضا يدعم خاصية التحويل على ما أظن من السكس إلى الدكس والدكس إلى السكس، لأنه تم تحديث برنامج المشهور الخاص به روبوك تول بوكس إلى نسخة 0.0.11 بعدما كانت النسخة التي من قبلها ديس.
أي هنا يمكنك التحويل، بما أننا الآن في موضوع المودات الجيدية وفيما يخص هذا، فإننا نحتاج طبعا كما قلت سابقا المودات الجيدية تحتاج كثيرا إلى نسخة داكس. إن أردت تحويل جهازك إلى الداكس وأنت الآن على فيروكس أو حبيب أو سبي أو أي كاستم يكون نسخة 6، يجب أن تمرر كاستم ريبوك كات 81 نسخة ريكس أي 6، ثم تقوم بالتحويل باستعمال برنامج روبوك تورو بوكس، وشرحت الطريقة في فيديو سابق، لهذا سوف أضعه أيضا أسفل الفيديو لمن لم يرها. طريقة سهلة جدا، ويمكنك أيضا الرجوع من النسخة 6 إلى النسخة من النسخة داكس إلى النسخة 6 طبعا، وطبعا بنفس البرنامج لا يوجد غير، أيضا وشرحت الطريقة أيضا. هذا إن لم يعجبك، لم تعجبك النسخة داكس أو أردت التحويل إلى النسخة 6، وأظن لا توجد مشكلة في النسخة داكس، لا توجد أي إشكال. وفيما يخص تحديث النسخة داكس، كما قلت سابقا، يميز النسخة داكس أنه لا يطلب منك تحديث النظام. مثلا أنا كنت الآن على الإصدار كات 80 نسخة داكس ريبوك، ألعب أونلاين عادي، أدخل أي برنامج عادي، لا يطلب مني التحديث إلى الكات 81، رغم أنه من قبل لا يوجد كات 81 نسخة داكس، لكن يمكنك اللعب أونلاين دون أن يطلب منك التحديث. هذا أنا على نسخة داكس طبعا فقط، حتى وإن كنت على أي إصدار نسخة داكس لا يطلب منك التحديث الجهاز على نسخة داكس، فقط الساكس هو الذي يطلب منك التحديث إن أردت اللعب أونلاين أو الدخول إلى بيسان ستور أو شيء من هذا القبيل. تمام، الآن ترميني، الآن سيقوم بالإطفاء أو إعادة التشغيل. تمام، الآن اشتغل الجهاز، سوف نرى هل هو الكات 81 ريبوك. تمام، سأقوم بتشغيل التحكم. أوكي. كما قلت هناك خانة الكونكتد فروم والإب أدرس الخاصة بالواجهة النسخة داكس. الآن نأتي إلى بارامتر دو سيستم، نأتي إلى انفورماسيون دو سيستم لنرى هل هو الكات 81. كما تلاحظون كات 81. الآن نذهب إلى برنامج خاصية الجاسلونر دو باجاج، ثم أنستار سيدوفيشي دو باجاج. كما قلت هناك ريبوك تورو بوكس العادي تجده هنا، آخر نسخة تجده هنا، يمكنك تثبيته من هنا، ومن الأفضل تحمل ريبوك تورو بوكس 0202 نسخة فول، أعتذر، تضعها في فلاش ديسك، تذهب إلى ستاندر، نبحث على الريبوك، هنا هي ريبوك تورو بوكس نسخة فول، هذه هي روبوك تورو بوكس فول 0201، أضغط على الزر إكس، سوف أقوم بالتبديل، سيقوم الآن بالتثبيت. تمام، تم التثبيت. الآن سوف ندخل إلى خانة الروبوك تورو بوكس، أين هي؟ هذا هو روبوك تورو بوكس. الآن لنرى التحديث هو الكات 81 نسخة داكس، كما قلت كل البرامج تعمل عليه. أذهب إلى سيستم انفورماسيون، كما تلاحظون روبوك تورو بوكس فيرسو 0.0.11 سيستم فريم وركات 81 داكس واللفدو كيرنل داكس طبعا. هذا فيما يخص روبوك. خاصية التحويل بين الداكس والساكس هنا موجودة، خاصية دامب إيد روت كي موجودة أيضا، نحتاج للتحويل. هذا فيما يخص شرحنا اليوم، بكل البرامج تعمل فيما يخص الملتيمان، الويبمان آخر إصدار الذي هو 1.45.04،
وبرنامج الإيريس مان كات 81 أيضا يعمل عليه، والجام سونيك ماناجر آخر إلدر تعمل عليه، وبرنامج ماما جينز يعمل عليه، بي اس ام باتش يعمل عليه، الكل برامج تعمل على هذا الكاستم. فقط يوجد برنامج وحيد سوف يتم تحديثه فيما بعد، هو الكنترول كونسول اي بي اي سي سي بي، آخر إصدار له هو 2.70 الراف سانك، تعمل على نسخة كات 81 نسخة 6 لأنه لم يكن موجود النسخة كات 81 ديكس. الآن سوف يقوم طبعا المطور بتحديث الباكاج لكي يعمل مع النسخة ديكس. لمن يحتاج السي سي بي في تغيير الكونسول ايد او شيء من هذا القبيل، فقط كل ما عليك هو استعمال برنامج الايرسمان او الجامسونيك ماناجر او الماناجونيس. كل هذه البرامج تعمل على ادخال وتغيير الكونسول ايد عادي بدون سي سي بي. السي سي بي الان فقط تحتاجها فقط في استعمال باتولات خاص بالالعاب هاكات لعبه الجديه او Call of Duty مشهور بالتولات، لأنه يحتاج برنامج أساسي بي ويحتاج برنامج أو برنامج تارجت ماناجر. كل هذا في الأمر سوف يتم تحديثهم في بات. البرامج المشهورة والمطلوبة كثيرا كلها تعمل. دمتم في رعاية الله وحفظه. في شرح آخر، تحياتي، سلام.